السلام عليكم، اليوم رجعت لكم بوصفة جديدة تشهينا الدجاج ديال العراسات، وبحكم الغربة وانتم عارفين فقلت ماشي مشكل، غادي نصيبه وغادي يجي زوين، لان ماشي اول مرة صيبته جاني زوين، وقلت غادي نشاركه معكم. واخا غير بدجاجة وحدة ولكن جات دغميرة خطيرة. الوغ عندنا الكبيدات بيان سور، لقامة، الخرقوم، لبزار، هادو زويتينات من بعد غادي نديروهم. عندنا الثومه، السمن، الحامض المصير، سكينجبير، الربيع، وهنايا درنا شويه ديال الزعفران شعره مع شويه الماء سخون، الملحه، الزيت البلديه والزيت العاديه، عندي مخلطين بجوج. وعندنا نص حامضه، المقدار ديال الدجاجه غنديروا نص حامضه. وهنايا عندي بصيله، جوج بصيلات مشلضين رقاق هكا كتشوفوا، باش نشحر فيها الدجيجه ديالتي. من بعد عاد غادي نزيد البصله ديال الدغميره. ونسيت ما قلتش لكم بان هنا درت الكبيدات، درت فيهم واحد شويه ديال الحامض باش يحيد ديك الزفوريه ديالتهم. نبداو على بركه الله، بسم الله. غنبداو بالشرموله، الربيع، ثومة، شوية تاع مليحة، سكينجبير، شوية البزار. البزار ما كان كتروش في الدغميرة، الدجاج ديال الدغميرة ما كيبغيش البزار بزاف. غنديرو الخرقوم البلدي، وداك الزعفران ديالنا حر، الا ما كاينش نديرو ضامات البنه، نقدروا نعوضوه بديك ضامات البنه، راه سي لا ميم شوز. والسمينه بيان سور، الدجاج كيبغي السمن. صافي، غادي نزيدو هذاك نص حامضه، ديجا عصرتها انايا، كنحاول ندخل هذا الشيء مع بعضياتو مزيان باش تعطيني ديك الشرموله فاش غادي نجيب الدجاجه ديالتي. انا جبت دابا الدجاجه، هاني غنبدا نتغمرها. الصراحه البنات حيدت لها الجلده، لان الدجاج ديال هنايا راه ماشي بحال الدجاج ديال البلاد، داكشي علاش قلت لكم راه زعما تشهيناه، ولكن راه واخا كوك صدق مزيان. حيدت لهم الجلده لان ما فهمتش انا الجلده ديالتهم كيفاش دايره، وغنحاول نلبس الدجاجه ديالتي بديك التغميره مزيان مزيان. وما تنساوش البنات الصدر، ندخلوا فيه لقامه، لان الصدر كيجي شي مرات شويه ناشف. هكا كنحاول ندخلو لقامه، تقدروا تقبوه بشي ميت ولا حتى بصبعكم، راه شي راح يترطب. تحاول تدخلو لقامه باش كيجي فتي من الداخل، وكيجي تاهو مشرب ديك لقامه. صافي البنات، دابا ها هي شرملتها، كثر ما خليتو على حساب نتوما الوقت ديالكم، ما كثر ما خليتو الحاجه تترقد كتشرب لقامه وكتجي بنينه. الوغ انا غادي نخليها واحد 2 أو 3 ساعات، و الا درتوها بالليله قبل، الا كانت الكونتيتي كثيره من الاحسن الليله قبل. مي دابا انا 2 أو 3 ساعات وصافي، وغادي نردها. يلا بقاو معايا. يا دابا دازت شي ساعتين ونص تقريبا، انا حنا غنردوها دابا باش تشحر. ودابا البنات هاني شعلت على البصيله ديالي. غنعطيكم واحد لاستوس زوينه عطاتها لي صاحبتي، قالت لي باش كتجيك البصيله والدغميره معسله وفيها داك اللون الحمامر في الدغميره. الوغ اللي هي واحد شويه تاع السمن، وكنديروا عليها زويته عاديه، تقدروا تخلطوا. ودابا كتبقاو ديوها وتجيبوها حتى كتجمر. هذه هي لاستوس باش في الاول، من الاول كتكون عندكم الاقامه، كتكون عندكم الدغميره معيسله. عاد البنات ما نقولش لكم، واحد الرويحه طالعه ديال السمينه مع البصله والزيت هكا كتشحر. عاتي صراحه الريحه، كلشي غيعرفكم، كلشي غيعرفكم دايرين دجاج. هانتوما مازال سا بخون ان بو دو طون، زعما واحد 10 مينوت. هانتوما شوفوا البنات كي بلات هكا دوغي،
دابا فهاد اللحظه صافي غادي نزيد عليها الدجاجه ديالتي. كلها لان راه القمه هذه هي اللي عليها العمده. غادي ندير واحد شويه ديال الماء وغادي نزيد واحد شويه ديال اللحم مصير انا قطعته صافي. غادي نزيد لها مازال شويه الماء باش تنهص باش تطيب. تنزيدوا الماء غير في الجنب. الصراحه انا كنهضر دابا مع البنات اللي مبتدئات، اما تبارك الله اللي بروفيسيونيل راه عارفين. بحال هكا غادي نزيد واحد شوي صافي. وها هي. وواحد النصيحه البنات ديما المبتدئات، ديما تنحطوا الدجاجه على الصدر ديالها لان الصدر هو اللي كيشبر الطياب اكثر من الشيء الاخر. ما هنا مسكين راه عظيمات. صافي. ودابا غادي نغطي عليها، ما كنغطيوش عليها كامله غير هكا ضروري الدجاج ملي كيطيب كنخليو ليه هاد شويه وصافي. واحد شويه ونرجع لكم. ودابا اونطرو طون الدجاجه ديالتي هي كطيب غادي ندير الكبيده ديالتي تغلى. وغنعطيكم واحد لاستوس حتى هي عطات عليا صاحبتي وعرقت ليا كتحيد الصفوره للكبيده. هي انا نقول لكم دابا نزيدو بعدا الماء فاش غادي نغلي الماء بارد كونش الماء سخون باش هي تطلع فيها الغله. ولاستوس هي واحد ربع معلقه ديال السنيده قالت لي راه كتحيد ليها الزفوريه اي سي فري كو جربتها صراحه بون ايدي. صافي وكنخلي لها كنخليها تطلع فيها الغله. صافي البنات هاهي طابت دابا الدجاجه، هاني حطيتها دابا في اللاطه اللي غادي تدخل الفران. غادي نزيد البصيله على هاد المرقه درت الجهد ديال واحد ثلاثه البصيلات بيضين وغادي نزيد واحد شويه ديال الزيت. هاد المرحله مهمه باش كتوقف في زيتها. غادي نخلطها وغادي نخليها وفي هاد المرحله ما خصناش نغفلو عليها لانها كتبغي تتحرك. بيد ما طلعت فيها الغليه انا جبت هنايا زبيده وغادي ندهنها على الدجيجه ديالتي كامله. ممكن في هاد المرحله تخلطوا السمن والزبيده وممكن كاين اللي كيدير غير الزبده. انا جو بريفير باسكو درت السمن في التقليه ديال البصله وكيشفتو حتى في الدغميره فانا قلت غادي ندير غير زبيده. وفي هذه الاثناء البنات انا راه سخنت الفران على 200 درجه ولا وغادي ندخلها الفران. ولكن ملي غندخلها الفران غادي نقص عليها. يلا خليكم معايا. وفي هذه الاثناء راني صفيت الكبده وغنخليها تسقطر واحد شويه غير بيد ما البصيله واحد 10 دقائق وغادي نزيد عليها ونبقى نحرك. دابا انا غطيت عليها باش يلا طيح لي واحد شويه عاد نبدا في التحرك. خليكم معايا.
هانتوما البنات شوفوا كيفاش وقفت في الزيت ديالها، وهذه هي لاستوس باش تجيكم التغميره زوينه. كثر ما وقفت في الزيت كديروا بحال هكا كيبان لكم القاع ديال الطنجره بحال هكا. دابا فهاد اللحظه صافي غادي نزيد الزيتون وغادي نخلط، وما كنزقاوش بالتحراك. هانتوما البنات شوفوا باش كتعرفوها انها راه هي هذه كديروها ها وشتي كتنشف القاع كتفرز الزويت على هذه ولا كولور بيان سور. صافي دابا انا غنجبد الدجاجه ديالتي من الفران وغادي نقاده وغادي نوريها لكم. وها هو المشهد الاخير تبارك الله. هانتوما شوفوا الدغميره، انا الصراحه كتعجبني الدغميره قويت منها وانتوما ما بغيتوش تقويو هذوك، لكن ما كاينش شي واحد ما زدت عليه الدغميره. هانتوما شوفوا هاد الدجيجه محمره، هاد الدغميره، هاد الزيتون، ما شهيتكم البنات. غنقول لكم بالصحه والراحه.